السيدات والسادة متابعي نبض البلد، أهلا بكم. لا يمكن إنكار خطورة المرحلة التي وصل لها العمل الرسمي في الأردن مؤخرا، فالمسؤول بات مدانا حتى تثبت براءته، وأصبح همه الأول هو الخروج من موقفه بأقل الخسائر. انتقاص شعبي من قيمة المسؤول الرسمي أثر على هيبة المنصب العام، وهذا ما أكدته شواهد عدة لمسناها في فترة الربيع العربي وصولا إلى أيامنا هذه، في ظاهرة توحي بأن لا نهاية لها إن لم تلاقي حلولا جذرية تعيد للعمل الرسمي العام هيبته ووقاره. من هنا ارتأينا أن نقدم الليلة تحليلا لهذه الظاهرة. هل نتفق على وجودها أولا؟ ما هي أسبابها؟ من يتحمل المسؤولية؟ نتائج وتبعات تدني النظرة الشعبية للعمل الرسمي؟ هل بات المنصب منفرا؟ ما هي خطورة ذلك وخصوصا على الكفاءات الوطنية؟ ومن ثم أين تكمن الحلول في مواجهة ما سلف؟ هذه الأسئلة نطرحها على ضيفينا في الاستوديو، كل من معالي أستاذ علم الاجتماع والوزير الأسبق الدكتور صبري البحات، والكاتب والخبير السياسي ووزير الإعلام الأسبق معالي الأستاذ طاهر العدوان. أهلا بكم ضيفي الكريمين، شرفتموني. سؤالنا الليلة على صفحتنا عبر الفيسبوك، لو عرض عليك وظيفة رسمية هل تقبل بها؟ 41% نعم و 59% لا. دكتور صبري أبدأ منك، اسمح لي، هل تتفق مع النظرة بأن العمل الرسمي الأردن اليوم هو في مرحلة خطيرة أو بات في أزمة؟ بالتأكيد يعني العمل الرسمي أو العمل العام له زباينه، يعني وفي ناس راح يتعلقوا بهذا العمل مهما يعني تدنت نظرة له بالسوق. نعم. لكن ما في شك أن النظرة لمن يحل في الموقع العام لم تعد كما كانت عليه قبل 10 سنوات أو 20 سنة أو 50 سنة، يعني لأن من كان يحل في الموقع العام كان له مواصفات أكثر، ما يؤديه من أدوار كانت يعني مختلفة، وأيضا مستوى تحمل المسؤولية والإحساس بما يسمى الاعتزاز بالوظيفة وقيم العمل كانت مختلفة إلى درجة كبيرة عما هي عليه اليوم. أنا ليش حجمها هاي الأزمة؟ هذا التغير زي ما حكيت ابتداء، يعني حتى لا نعمم، سيبقى هناك زبائن للعمل العام لو أصبح العمل العام في أدنى درجات سلم البرستيج زي ما يقال أو المكانة. لكن إذا سألتني كيف العمل العام اليوم وكيف العمل العام في السابق، بقول لك كان هناك مستوى أعلى من الاعتداد والاعتزاز لدى من يحل بالوظيفة العامة، وكان هناك احترام شعبي، وكان شخص قريب من المهنة، وكانت أسس التقدم للوظيفة العامة أوضح وأكثر عدالة وأكثر قبول في الأوساط الاجتماعية. عندما يحل الشخص في الموقع العام هو في موضع ثقة يعني من قبل من قاموا بترقيته إلى هذا الموقع، والنظرة الشعبية كانت ملازمة لهذا القرار. فعندما يقال للشخص مبروك يقصد بأنه مبروك فعلا، لكن الآن مبروك وراها علامات استفهام. من يحل في هذه المواقع أيضا في أعانك الله كثير اليوم. منهم لا يشعروا بأحقيتهم في هذه المواقع، وأيضا مستوى التوقعات من الشخص في الأداء متباينة ومختلفة. أنا رح ندخل في تفاصيل هذه الأمور بالتأكيد، لكن أستاذ طاهر اسمح لي، هل العمل الرسمي اليوم في أزمة؟ بالتأكيد يعني هو النظرة إلى المسؤول، هذه النظرة اللي فيها غضب وفيها اتهام وفيها كل شيء، هي جزء من الأزمة، جزء من وضع الراهن. يعني هذا المزاج الشعبي هو جزء من الحالة السياسية العامة اللي بتشهد البلد منذ بداية الربيع العربي. لكن أنا بقول إنه جذور هذه الأزمة مش بدأت مع الربيع العربي، كانت موجودة قبل الربيع العربي. وإذا بتذكر إنه في حكومة سمير رفاعي يعني أصدرت قانون مؤقت للعقوبات يتناول هذه الظاهرة، عقوبة على من يعتدي على المسؤول وعلى من يتهجم عليه، لأنه كانت موجودة لكنها كانت موجودة بطريقة يعني محدودة ومتباعدة. نعم. أنا أعتقد المزاج العام، المزاج الشعبي تأثر كثيرا
بما يحدث في شوارع الربيع العربي وفي عواصم الربيع العربي، لما يشوف أنظمة تنهار وزعماء يهانوا ومسؤولين يوضعوا في المحاكم، فهذا كله يعني بينما تظهر قوة الشعب وقوة الشارع وقوة المواطن في الشارع، فهذا كله أعطى يعني متغيرات، أحدث متغيرات جديدة على هذه اللغة، على هذه طريقة مخاطبة المسؤولين عنا، يعني بطريقة اللي احنا بنشوفها، واللي مهما عمل المسؤول بات يعني لا يكسب رضا المواطن، وبالتالي متهم لأنه مسؤول، متهم لأنه في الموقع. نعم. أنا بعتقد حل المشكلة السياسية الراهنة، حل الأزمة كلها، هو الطريق إلى حل أو تغيير هذا المزاج. هذا المزاج. طيب دكتور صبري، التفسير الاجتماعي لهذه الحالة. التفسير الاجتماعي ببساطة يعني كما يقول المثل الشعبي، لا تكثر الهف تنهف، ترخص من كنت غالي. يعني كثرة التغييرات اللي في البلد، عدم الاستقرار الوظيفي العامة، عدم وجود أسس ومعايير واضحة لمن يحل في الوظيفة العامة، عدم وجود محاسبة. يعني في العمل البيروقراطي، البيروقراطية الناس أخذت سمعة غير حسنة، بس البيروقراطية اللي هي حكم المكاتب كلمة جميلة، لأنه في عاملين يعني يحكموها، الكفاءة والعقلانية. من يحل في الموقع ينبغي أن يكون كفو، وينبغي أن يستخدم قرارات رشيدة. الآن لا كفاءة ولا عقلانية في كثير ممن يحل في هذه المواقع. بتشوف شخص مش راكب على الموقع اللي هو حل فيه، ما بتشوفش أنه المؤهلات التي يقبل بها الشارع وتقبل بها الوظيفة لمن يحل فيها متوفرة. يعني بتشوف شباب يعني بدون خبرة، بدون اطلاع، فجأة ولا هم بالواسطة بالمحسوبية بنظام الاستزلام حلوا في مواقع معينة ولا يستطيعوا إدارتها، وبيعرفوا أنه مش مشية. يعني خذ مثلا في مسيرة الحكومات في الأردن، في عندنا أكثر من 600 وزير يعني في هذه المواقع. يمكن في العشر سنوات الأخيرة كان في عدد يزيد على 200 حلوا في هذه المواقع. في الدول المجاورة لنا، يعني سعود الفيصل من أنا طفل في الابتدائي وهو في الموقع اللي هو فيه، بالتالي يكتسب خبرة، يكتسب استقرار وظيفي إلى آخره. الناس بتصير يعني كما يعبر عنها موسى حجازين، يعني يدوب نقدر نتذكر اسمك ولا أنت رايح للوزير. أيضا حتى في النيابي، يعني مجالس النيابية تسعى منهم لم تستكمل عمرها، تحل مبكرا. يعني المؤسسات تتعرض إلى تهشيم، أحيانا تهشيم رسمي. نعم. بالتالي يضعفها ويضعف النظرة الشعبية إلها، وتصبح يعني الناس يستهينون الدخول لها والخروج منها. نعم. مع أنه لازم هاي المؤسسات يكون فيها وقار، يكون فيها لها سمت، فيها رزانة، لها ثقل، وما يتحكم بالشخص أن الشخص لديه سلطة ويحمل مسؤولية. فالشخص لا يملك سلطة أحيانا في الموقع، ولا يسأل حتى عن الأخطاء والقرارات التي يتخذها. وهذا ينسحب على كل المواقع المتقدمة، ومع كل أسف عم تتسرب الآن للمواقع التنفيذية في الخطوط الدفاع الأولى، للشرطة، للدفاع المدني، للأطباء، للناس اللي بيشتغلوا في المواقع المتقدمة. النظرة الشعبية بدأت فيها يعني عدم قناعة، شوية استخفاف، وأحيانا يعني تتحول ذلك إلى إساءات، مما ينال من الأمن الإنساني. الأمن الإنساني أنه أنا بدي أحس أنه في مرجعية يمكن أن أعود لها. نعم. إذا ما وقع علي مظلمة. أخشى أنه إذا استمرت الأمور في هذا الباب يعني أن نكون يعني وصلنا إلى يعني قمة الأزمة. قمة الأزمة. اللي يعني. وأنت ممكن ذكرت نقطة كثير مهمة، الرجل المناسب في المكان المناسب. يعني هاي نقطة كثير أساسية. واسمح لي أستاذ طاهر، الرجل المناسب بالمكان المناسب، اليوم نحكي غير مناسب في مكان مناسب أو المناسب في مكان غير مناسب، هل هذا ما يحدث الآن؟ أعتقد مش بهالتبسيط هذا اللي بيحدث. ما زي ما قلت لك إنه حتى لو كان الوزير مخلص أو كفاءة وكذا، إنما خلص
في تصنيف لجميع من يعمل بالعمل العام في هذه المرحلة، لأنه هي مرحلة يعني نقد شعبي شامل للحكم ولطريق لأسلوب إدارة الشأن العام. كذلك في خلال الفترة الماضية ظهر نمط من المسؤولين ظهر عليهم الثراء فجأة، وتداولتهم الألسن بالفساد وبالإثراء غير المشروع، وهؤلاء يعني فعلا أشاعوا جو من عدم الثقة بالمسؤولين. كان لها دور هالفراء الفاحش. المواطن يشعر أنه البلد كل ما فيها من معيشة بتغلى، فرص العمل بتقل، البطالة بتزيد، ومع ذلك تجد من يجد أن أحدهم يذهب إلى السلطة أو إلى المقعد المسؤول ثم يظهر عليه الثراء الفاحش أو المظاهر الثراء ومظاهر الفساد وبدون عقاب. أنا أعتقد أنه إحنا واجهنا في هذا البلد نمط من المسؤولين كانوا يعتقدوا أنهم هم أكفاء وأنهم يعني ما في زيهم في البلد، ولذلك على المواطنين أن يخدموهم بدل أنه يقدموا خدمات لهذا المواطن، يعني ينظروا إلى المواطن أنه عليه حقوق، أنه كيف نحصل منه الضرائب، كيف يعني نستغله لهذه القضية، لكن بدون الاعتراف بأن وظيفة المسؤول هي خدمة المواطن، هي متابعة حقوق وملاحقة هذه الحقوق ومحاولة تنفيذها. الدولة تحترم أو الحكومة تحترم، أي حكومة تحترم بقدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين، بقدرتها على الوصول إلى المواطنين أينما كانوا والتحسس لمشاكلهم، على الأقل إذا أنت ما تقدر تحل المشكلة تكون معهم في هذه المشكلة وتضحهم في الثراء أو الفساد. يعني هل كان هذا له أثر سلبي لنظرة المواطنين لعموم الوزراء يعني بالعموم دون اللي عنده ثراء ولا ما عنده ثراء؟ هل هذا أثر على كل النظرة على الوزراء أو على المسؤولين بالعموم؟ طبعا بالتأكيد، يعني هو أنا زي ما قلت لك في مسؤولين، وأنا يعني بمعرفتي سواء بالصحافة لا في طبقة من المسؤولين اللي يعني الجيدين المحترمين الوزراء ومسؤولين يعني بدهم خدمة البلد وفعلا هم أكفاء وبقوم بعملهم، لكن مهما قاموا بهذا العمل بالنهاية بلاقوا أنه عدم رضا من المواطن، وأحيانا نظرات احتقار ونظرات أنه أنت قاعد بتوكل منه وبتلبس منه وتركب سيارة من يعني في هذا الليلة، وهذا بسبب زي ما قلت المزاج العام اللي تغير. إحنا في حالة سياسية وفي حالة معنوية وفي حالة من الروح، أنا بقول هذا سببه يعني بسيط جدا، يعني تفسيره بسيط جدا. الدولة الأردنية على مدى نصف قرن كانت دولة رعاية لشؤون المواطن. كان هذا القطاع العام هو قطاع للتنمية الاقتصادية، لتقديم فرص العمل، لرعاية شؤون المواطنين، ولذلك المواطن شعر في تلك الفترة أنه مصالح ومصالح الدولة واحدة، ولذلك انتظم تحت رايات الولاء والانتماء لهذه الدولة. وشعر أنه هو الدولة شيء واحد. للأسف لما انتقلنا للليبرالية وللتخصصية انتقلنا لها بدون إصلاح سياسي. الخصخصة ترى مش يعني مش عملية سيئة، كل العالم والاقتصادات المتقدمة بتتبع الخصخصة، لكن كل ما ظهر من سلبيات وترى ويعني وأخطاء جسيمة جدا في الخصخصة كانت لأننا بدأنا في الخصخصة في العامل الاقتصادي والمالي بدون أن نبدأ بالعامل السياسي بشكل موازي. لأنه أنت إذا بدك تحرر الاقتصاد وبدك تعمل مؤسسات وبدك تخصخصها يجب أن يتم ذلك تحت رقابة مباشرة لمؤسسات الدولة التي يتم انتخابها بطريقة مباشرة من الشعب، وبالتالي يعني لما يعني مثلا تثير قضيه اي قضيه فساد المواطن بروح للانتخب او للحكومه اللي اوصلها بقول لها انت اخطاتي في المكان الفلاني انت مسؤوله، حدد المسؤوليه. شايف انت لا تستطيع اصلا تحدد المسؤوليه على حدا، زي ما قال الدكتور صبري يعني خلال 10 سنوات بجوز 12 حكومه ولا 10 حكومات. فهذه السلسله من التغييرات وما بتعرف مين مسؤول عن من ومن مسؤول عن اي خطا خلقت حاله من وجد المواطن نفسه انه الدوله لم تعد راعيه لشؤونه، لم تعد تهتم بقضاياه،
عم تهتم بقضايا تطوير الاقتصاد بمعزل عن تطوير المجتمع، بمعزل عن تطوير السياسة، بمعزل عن تطوير أدوات المراقبة السياسية التي تمثل الشعب. نعم. وبالتالي المواطن شعر أنه يعني مقطوع عنها بالصلة بهذه الـ 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 ثم جاءت قضايا الفساد. نعم. زادت وما ذكرت زادت يعني. الطين بلة، ولذلك شعر المواطن أنه هذه المرحلة كلها مرحلة يجب أنه أنها تشطبها. أنا بقول حتى الخصصة فيها أشياء كثيرة جيدة يعني، وهي جاءت في مرحلة لابد من من منها، لكن طيب انا ما مشينا فيها بالطريق الصح المتوازن. انا راح ارجع لخطوره مثل هذا التصور لدى الشارع الاردني، لدى المواطن الاردني، لكن بعد فاصل قصير مشاهدينا ابقوا معنا.